لاقوا الوثائق اللي كان يعملها المغدور لما راح يشوف العمارة اللي تحت الإنشاء. مرحبا. في عام 2015 بشهر أيار كان في مجموعة عمال صناعية بيشتغلوا في بيت تحت الإنشاء، عمارة تحت الإنشاء، وهم بيشتغلوا اشتموا رائحة كريهة. صاروا يتبعوا وين مصدر هاي الرائحة الكريهة، وهم قاعدين بيتبعوا وصلوا لبير موجود في ساحة لهاي البناية ومغطى بلوح خشب. الرائحة كانت تنبعث منه، كانت سيئة جدا. بلغوا صاحب البناية، اجى صاحب البناية بلغ الشرطة، الشرطة جابوا الدفاع المدني، سحبوا المي. لما سحبوا المي شو لاقوا؟ لاقوا جثة بني آدم. هذا البني آدم كان مغطى بكيس لونه أبيض، وتحتيه في كيس ثاني لون أسود كان مبين طرفه. المهم سحبوا الجثة وأخذوا عينات من مسرح الجريمة وودوا الجثة على المركز الوطني للطب الشرعي عشان يشرحوها ويعرفوا شو سبب الوفاة. وبلشت من هذاك الوقت التحقيقات. طبعا التحقيقات القضية كان يكتلفها اللغز والغموض، ولكن انكشفت وبحمد الله. ولكن طريقة ارتكاب الجريمة كانت يعني فيها نوع من الدهاء ومحاولة كبيرة لمسح آثار المجرمين على مسرح الجريمة. القصة بلشت لما تم التحقيق مع الحارس، وهون انكشفت التفاصيل كلياتها. الحارس أردني، وهو طلع من أحد العناصر المرتكبة للجريمة. وهذا الشخص اللي هو الحارس اللي اسمه فضل أدلى بمعلومات هي اللي كشفت الجريمة بالكامل. والجريمة كانت عبارة عن أشخاص اثنين سوريين لاجئين، واحد منهم قتل الثاني، والاثنين القاتل والمقتول بالإضافة إلى الشريك، أوكي، كانوا ساكنين مع بعض في منطقة وادي السير وجران جنب بعض. المهم بدأت القصة بال 2012. كان المتهم الأول اللي اسمه إبراهيم كان عايش طبعا في سوريا، وكان يعرف المغدور من هذاك الوقت، فكان في خلاف بيناتهم على دراجة نارية، وراح اشتكى على المغدور اللي اسمه خالد، وقال يا عمي هذا بعته دراجة نارية والدراجة النارية ما رجع لي حقها. على ضوء ذلك أخذوا خالد وحبسوه. بعدها لما طبعا صارت الأحداث وتطورت في سوريا، إجا خالد طلق زوجته بسبب خلافات بينه وبينها. المتهم الأول اللي كان على خلاف مع خالد شو راح سوى؟ راح اتجوز مرت خالد بعد طلاقها، ومنها 5 أطفال كان، وتجوزها. وبعد ما تجوزها اجى فيها على الأردن كلاجئ، وراح طلب لجوء بعرفش لأي دولة. والمهم سكن في وادي السير جنب بيت المتهم الثاني اللي اسمه فضل، وصارت علاقتهم مع بعض جيدة. المهم زوجته قالت له بدي أجيب أولادي، إلها من المغدور خالد 5 أولاد، قالت له بدنا نجيبهم بأي طريقة. صاروا يتواصلوا مع طريقها، وطريقها اللي هو المغدور قال لهم يا عمي أنا إذا بدكم إياني أجيب الأولاد وأجي على الأردن ابعتولي مصاري، أنا بدي إياهم منكم دين وبعدين بسدهم. بالفعل حولوا له مصاري على أساس يجيب الأطفال. فعلا جاب الأطفال 5، وأجاب زوجته معاه اللي تزوجها لاحقا، وكان مخلف منها طفل صغيرة، وإجا على الأردن وسكن تقريبا جنب بيت طليقته اللي هو جنب مكان المتهم الأول والمتهم الثاني. وصار كل فترة يروح يزورهم على زور الأولاد اللي عاشوا عند طليقته عند أمهم. صار روح زور أولاده وروحوا كمان، قام نوع من العلاقة معهم. المهم مين صار يتضايق منه؟ صار يتضايق منه المتهم الأول اللي كان معاه على خلاف من أيام ما هو موجود في سوريا. فراح قال للمتهم الثاني اللي اسمه فضل، قال له هذا المغدور اللي اسمه خالد بيضلوا يتحرش بشقيقاتك. هون هذاك طبعا جن وزعل وتضايق كيف بتحرش في خواته، فاستناه لما كان جاي يطل على اولاده مسكه وضربه. وصار في خلافات بيناتهم الاطراف على مشاكل يعني ما لها قيمه، ولكن قدر المستطاع المتهم الاول بده يخلص من وجود اللي هو المغدور خالد. فراح على الورشه اللي كان يشتغل فيها المتهم الثاني اللي اسمه فضل حارس. كان يوم جمعه راح عليه قال له يا أخي بدي أفهم هذا كيف بدنا نخلص منه اللي اسمه خالد، من شان لأنه كثير عماله بيضايقنا.
فكر فكر وقال له اسمع بدي أستدرجه أجيبه عندك يوم الجمعة، ما بكون فيه ولا عامل جوا العمارة، وهون بنقتله وبعديها في هياته عندك مكان ندفنه فيه. قال له في عنا بير، قال من زدته بالبير. بالفعل إجي هذا أحمد اللي هو زوج الطليقة المتهم الأول، راح قال للمغدور اسمع في عندي ورشة، بما أنك كهربجي في عندي ورشة كهرباء تيجي تشوفها وبدي تعطيني منها عمولة. قال له هداك ماشي، وعلى طول سحب حالهم وراحوا على العمارة اللي صارت فيها الجريمة واللي بيشتغل فيها المتهم الثاني حارس. المهم المتهم الثاني كان على اتفاق مع المتهم الأول إنه يغافل المغدور ويضربه على راسه بالعصاي. فعلا إجا المتهم الأول وإجا معاه المغدور ودخلوا على البيت وبلشوا يحكوا. قال له هاي العمارة ياتنا إحنا بنبلش شغل فيها، بدأ شغل كهرباء بكذا وكذا 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 وإلى آخر. فوت تفرج، بلش فوت تفرج وهم ماشيين معاه. إجا المتهم الثاني اللي بيشتغل حارس هناك معاه عصاية فاس وضربها على راس المغدور فوقع على الأرض. لما وقع على الأرض طبعا هون كشر المتهم الأول عن أنيابه والمتهم الثاني وصاروا هم في مواجهة مع الضحية. فإجوا مسكوه من خناقه وصار هو يستغيث وقلهم أنا رح أسافر برا البلد وأنا طالب لجوء، بس تركوني أروح. قالوا له لا إحنا بدنا نخلصك من الدنيا كلياتها. المهم ضلوا مشدين على خناقه ودعسوا عليه برجليه بإيديهم إلى أنه هذا الزلمة توفى، توفى اختناقا. وطبعا إجوا شو سووا، شلحوه الحزام اللي كان لابسه على البنطلون، وبعد ما شلحوه الحزام ربطوه فيه، بعديها جابوا أكياس لبسوها فيه ومنهم كيس لون أسود وبعديها كيس لون أبيض، وظلهم حملوه الاثنين وراحوا فيه عند البير. البير طبعا في مية والمي كانت عكرة طبعا، وزدتوا جوا أسفل البير بحيث إنه ما حدا يعرف وين هو. كان بنفس الوقت المتهم الأول أخذ كل الوثائق اللي إلها علاقة بالمغدور حتى يبين إنه إيش، إنه مجهول الهوية وكونه لاجئ، بالتالي لن يستدل عليه أحد. ولكن سبحان الله كيف تم الاستدلال عليه. المهم بعد هيك سحب حاله المتهم الأول، راح على بيته، وظلوا هداك المتهم الثاني بوظيفته كحارس كأنه لم يرى شيئا ولم يفعل شيء. المهم لما روح طبعا هديك الزوجة لزوجة المغدور بدأت تسأل وين زوجها راح، فراحت على بيت طليقة زوجها كونه في علاقة بيناته، وقالت للمتهم الأول بدي اياك ترافقني على المركز الأمني نقدم بلاغ عن فقدان فضل اللي هو المغدور. وما كانت تعرف زوجها انه مقتول، فصار هو يماطل فيها استني بركي راح هون بركي راح هون. المهم اخر شيء قالها زوجك رجع على سوريا ويبدو انه التحق بجماعة الفصائل المقاومة والتنظيمات، وبالتالي هو حكى لي انه بدروع على سوريا وبدوش يحكي لك حتى ما تمانعي. والمرة طبعا اتضايقت وكذا والى اخره. المهم بعد ما تم التحقيق مع الحارس لما كشفوا الجثة اعترف الحارس بالمتهم الأول. المهم راحوا يداهموا بيت المتهم الأول، لما داهموا حاول هذاك يهرب وصار يقاوم. المهم سيطروا عليه وألقوا القبض عليه، فتشوا البيت. لما فتشوا البيت شو لاقوا جوا البيت؟ لاقوا الوثائق اللي كان يحملها المغدور لما راح يشوف العمارة اللي تحت الإنشاء. وعلى ضوء ذلك تم توجيه تهمة القتل العمد بالاشتراك للمتهمين الاثنين، وبنفس الوقت تم توجيه تهمة حيازة أداء راضة اللي هي استخدمت في الجريمة. طبعا هاي التهمة الثانية شرحت بشمولها بقانون العفو العام. أما جريمة القتل اللي هي 328 على واحد اللي هي القتل العمد، أدانت فيها المتهمين الاثنين بالإعدام شنقا حتى الموت، ومحكمة التمييز أيدت القرار، وهيك أزدل الستار على أبشع الجرائم التي ارتكبت ما بين اللاجئين السوريين على الأرض الأردنية. لمتابعة مزيد من حلقات أزدل الستار أرجو وضع إعجاب ومتابعة على الروابط الموجودة أسفل الشاشة.